فراس ينشر كواليس حفلة زفافه، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع عائلة البيوتي اللي عادوا للتفاعل على السوشيال ميديا بعد اختفائهم بالأمس. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cat. ايضا العريس فراس ابو شعر قام بنشر كواليس حفلة زفافه. ايش عم تسوي؟ هل انا ما اكلت شيء انت قاعد عم تاكلي ساعة تصوير؟ يا جماعة انتوا عندكم طيارة؟ صحة. هلا بس شعر حلو. تسوى نزلوا؟ ايه تعرفين مصور؟ لا والله بياخذ لا والله كثير حبيبي يعني من الشام لهون الله يعطيك الف عافيه. اجا امبارح ومسافرين بعد 3 ساعات هو حنا والله يعني عجل الله يعطيكم العافيه. لك حبيبي لك حبيب القلب والله شكرا جزيلا. الي شو الكلمة المشهورة؟ غنجة هذا سيعر وصار شباب والله يعني الله يعطيكم العافية والله الله يعطيكم العافية حبيبي انتوا لانكم حلوين لك حبيب القلب تستاهلوا وطلع لكم شيء بجنن مثلكم مش لك حبيبي حبيبي الله يعطيكم العافية يا رب هاي بتجنني مو انت عامل دايت على اساس؟ بس عاد الوحيد المسموح عادي هيك الوضع سلب كيك هاو هاتي شوكي بتاعك.